زيكم كويسين؟ رب صالح جدا. مشاركة صغيرة مشاركة صغيرة. تعالوا نفتح سفر التكوين. سفر التكوين هقرأ آيات صغيرة. تكوين 2 عدد 7. الرب في هذا الزمن، أنا سمع من بره أكتر من هنا، الرب في هذا الزمن بيعد أبطاله، بيعد أبطاله على حساب النعمة، بيعد أبطاله مش لأن هم جاهزين أو لأنهم كويسين، لكن لأنه ده زمن إطلاقهم، زمن دعوتهم، زمن استخدام الرب ليهم. فمش معتمد على هم حالتهم إيه، لكن بيعتمد على مقاصد الرب في الزمن. في أمور كتيرة بتحصل مهم جدا أن أولاد الرب يقفوا فيها، في أمور كتيرة حوالينا بتحصل وفي الروح بتحصل مهم جدا، مكانك ومكانك فيها. الواحد بألف لكن الاثنين بعشر تلاف. ومقاصد الرب أن جسد الرب كله يطلع كرجل واحد، لأنه مش مقاصد الرب أنه واحد أو اثنين أو ثلاثة. زمن يقول لك العلمانيين والخدام، هو الزمن ده انتهى. انتوا عارفين التقسيمه دي تقسيمه عالميه، تقسيمه اصلا وثنيه، تقسيمه اصلا من ايام الاصنام، من ايام تقسيمه ان يبقى في ناس وناس بتخدم وناس. في التعبير الكنسي للاسف يسميهم علمانيين. اي واحد ما درسش كليه لاهوت يسموه في اللاهوتيات علماني، والتعبير غلط. انا دخلت بجد عليكم منظر، دخلت بسرعه. اوكي ازيكم؟ اصلا لما حاجه بتغيظني بتغاظ فبطلعها في الاول طوالي. لفترات طويله عشنا حياه مسيحيه فلكلورية شعبية بتقسم المؤمنين لناس فهمة أسرار الملكوت وناس معتمدة على الناس اللي فهمة، وسموا الناس اللي فهمة دول دارسين أو دول الخدام أو دول الأسس أو دول مش عارف إيه أو دول إيه أو دول إيه، والباقي دول يسمى في المجتمع، ما تقولوش لحد بس، إن الاسم الحركي بتاعنا العلمانيين. طبعا علماني كلمة مش كلمة مش كتابية، بس أنا عايز أقول كلمة شيطانية، لأن أولاد الرب كلهم روحيين مش علمانيين. وعلماني تعني البعد أنه هو مش مدرك أمور الروح. فكلمة علماني عايز أقول أنها كلمة شيطانية، لأن كلمة علماني تحمل في معناها أنه عامي. فاكرين لما اليهود بصوا لبطرس ويوحنا ونظروا انهم عاميين، يعني مش فاهمين، بس عرفوا انهم كانوا مع يسوع. فكلمه علماني تعني اللي مش فاهم في امور الروح. فانا عايز اقول انها كلمه شيطانيه، لانها بتقسم لاشخاص، بتقسم شعب الرب لاشخاص معاهم مفاتيح الروح واشخاص مش فاهمين فمعتمدين على الناس اللي معاهم مفاتيح الروح، ودي كذبه شيطانيه. فالفجوة دي بتتلغي، لازم بأيديك وبسانك تدرك انها بتتلغي. ليه؟ لانه يمكن ربنا يقودنا في اجتماع الاثنين ان نخش في كلام ما بيدخلش فيه قوي او مفروض ما نخشش فيه قوي، هو شكل الزقاق بتاع خدمة ملكوت الرب المختلف تماما عن الزقاق اللي احنا تعودنا عليه في الخدمات. فبس مش موضوعنا دلوقتي. وبالتالي ببساطة قصة
الفجوة اللي ما بين ناس فهم أسرار وناس علمانية، ده فجوة عملها إبليس من قديم الأزل بالأيام في تاريخ الكنيسة يعني. فالرب في هذا الزمن بيسترد حاجة أنا بحب أسميها كده، يمكن في مرة برضو جوا حاجات كتير ما بطلعهاش عشان حاجة اسمها خدمة القديسين. يعني رب يسترد حاجة اسمها خدمة القديسين. القديسين ده انتوا، ورب يسترد حاجة انه خدمة الكنيسة هي خدمة القديسين، وان الان واحد بألف واثنين بربو، ورب ينتظر ان شعب الرب، وده اللي بيحصل في هذا الزمن، ان شعب الرب بس محتاج يتحط قدامك ابيض واسود كده واضح، انه شعب الرب يدرك انه الفجوة اللي كانت زمان موجودة والاعتمادية على ناس معها فهم وناس تانية دي علمانية، هذه الفجوة بتدمر، بندمرها بقوة الروح القدس، لأن دي إبليس هو اللي بناها. عشان يخرج شعب في صف واحد، يخرج شعب كرجل واحد، يخرج شعب مش 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 حد محتاج وحد فاهم، لكن الكل مغطى بنفس النعم، الكل مغطى بنفس الإدراك في الروح القدس، فقدرين نقف معا الاثنين بربوة، فكم بالحاري كل شعب الرب. عشان كده الرب بيتعامل بالنعمة بسرعة في هذا الزمن من أجل تسريع عبور الفجوة، ووقوف كل واحد وحدة تحت مظلة اسمها نعمة. لأن كان في كذبة ولدتها هذه الفجوة، إنه اللي فاهمين دولة سوبرمان، واللي مش فاهمين دولة وهذه الفجوة المش حقيقية ولدت صور ملوثة عن الخدمة، عن الكنيسة، عن أنت مين وأنا مين. واللي ربنا بيعمله في هذا الزمن وبيدمر هذه الصورة الهلامية عن السوبرمان وعن خدام الرب، لأن الكل في شعب الرب حاجة اسمها خدام الرب، وبالتالي المظلة هي نفس المظلة، النعمة هي نفس النعمة، الإدراك هو نفس الإدراك، وده نعمة بتنسكي في هذا الزمن وبتطلع كل ناس بقالها سنين وأزمنة في مغاير نفسية وفي مغاير ضعف وفي مغاير انحصار جوه نفسهم، ورب عمال بيناديهم هلوم اخرجوا يا أسر الرجاء، يعني بينادي على الدعوة اللي جوه كل واحد واحدة فينا، هلوم خارجا اطلع لي، اطلع من الحتة اللي الظلال اللي ظلل عليها عدو الخير وحطك في محدودية محدودية وليميتيشن، وهذه حدودك ما تعديهاش، اصل انت علماني وانت تفضل محتاج، واللي بيغذي قيمة الخدام ان في حد محتاجة. انا اسف بقول كلام بايخ النهاردة، ما كانش لي نفس اقوله، بس اللي بيغذي قيمة الخادم ان في ناس محتاجة، وده قبح. سلام، ده قبح، لأن في مقاصد الرب إن شعب الرب اللي في العهد الجديد اللي بعد ما يسوع كسر نفسه، كسر جسده وسفك دمه من أجلنا، إن شعب الرب ملآن من شخص اسمه الرب، والكل عينيهم مرفوعة لنفس الشخص، والذي منه وبه وله كل أشياء، وفيه كل حاجة بتنسكب علينا، ومنه كل حاجة بتنسكب علينا، وليه كل حاجة بتنسكب مننا، وهو بقى المحور، وهو بقى المركز، وكلنا نتحرك معا. في وظائف متنوعة، بس الوظائف دي لخدمة الملكوت، مش للاعتمادية ومش للقيمة الشخصية بتاعت أي حد في الخدام أو في الرعاة أو في الأسس، مع كل احترامي. والقصة بتتحول من اعتمادية إلى واحد اسمه يسوع المسيح، اللي منه وبه وله كل أشياء، ودي الحقيقة. في وظائف، أنا مش بقلق الوظائف، أنا كتاب مقدس قال عن خمس وظائف كتابيين، لكن في حقيقة في نفس الوقت إن القيمة مش معتمدة على الاحتياج، القيمة معتمدة من الشخص اللي حضرتك وحضرتك وأنا وكل حد تاني بيقف قدامه. فالمحور والانتباه والتركيز والمحبة والعبادة كلها بتتنقل إلى مشهد واحد، إلى شخص واحد، منه وبه وله كل أشياء، مدخر فيه زي ما كنا بنصلي قبل الكلمة، مدخر فيه كل كنوز الحكمة والعلم، مدخر فيه. وده بينقل الإدراك، بيهز الزقاق.
عارفين الزقاق زمان كان بتعمل من جلد مش كده؟ فعشان تعمل زقاق جديد لازم تذبح عجل. في عجول مقدسة جاء وقت انها تتذبح، جاء وقت انها تتذبح عشان تعمل زقاق جديد. العجول دي في ذهننا اترسبت لمدار سنين طويلة. في عجول مقدسة لازم تتذبح في أذهاننا وفي طريقة تفكيرنا، إحنا مين واقفين قدام مين، والقيمة بتاعت كل واحد واحدة فينا. لازم العجول دي تتذبح علشان يتبني الزقاق الجديد اللي بتبني. أمين. فرب مهتم جدا في الزمن ده بكل واحد واحدة فينا، وهو ده الخلفية اللي هتكلم عنها النهاردة. لأنه كان جوايا جملة حقيقة من الأسبوع اللي فات، يعني زي ما الرب كان بيقول كده أنه إن نفسيات شعبه ما زالت نفسيات قابلة للكسر. فرب يسكب حاجات غالية جدا في الروح القدس، بالروح القدس لأرواحهم، لأرواح شعبه، لكن ما زالت النفسيات مش نفسيات منقولة لنفس المكان اللي الروح موجود فيه. فالروح بينسكب عليه حاجات غالية قوي، بس النفسية مش منقولة وقابلة للكسر وقابلة للانحصار وقابلة لحتة، لأن ده طبيعة النفس شوية. فزي ما يكون في حاجة قوية في الروح ورب مستعد يلمس الجسد بكل قوة لأنه هو دفع الثمن، بس المحطة اللي في النص الكبري اللي ما بين الروح والجسد وما بين الروح واللي خارج من كل واحد واحدة مننا حتة في النفس. وعشان كده بيحصل استهداف للنفس واستهداف للنفسية من عدو الخير، من الظروف، من كلام، من ناس، من يعني بدون دخول في قصص، يعني في ناس بتقعد معاها علشان يحكى معاها قصص مش يعني مهولة، قصص أفلام رعب لمجرد أن يبثوا رعب ويبثوا خوف في قلوب ناس. ففي استهداف للنفس، في استهداف للنفس، لأن النفس أساسية جدا لإطلاق ما يسكبه الرب في أبطاله وفي شعبه في الزمن ده، أنه يخرج منهم وأن يخرج من على حياتهم، أن هم يقفوا مفتوحين، لأن النفس المكسورة بتضغط الروح. النفس الحزينة ده مرض للجسد. فرب عايزك تدرك ازاي تتعامل مع النفس، مع النفس دي، لانه رب ما سابش نفسك لوحدها. خليني اقرا لك حبه حاجات بس عندك الخلفيه بتاعت مشاركه النهارده. يعني تكوين 2 عدد 7، جبل الرب الاله ادم تراب من الارض. ده الجسد، ده الجسد تراب من الارض، نفخ في انفه نسمه حياه. ده الروح. حاجات من انا هقولها النهارده انتوا عارفينها، بس انا هاخدها لحته عملي. غرس الرب الاله، سوري، جبل الرب الاله ادم ترابا من الارض. ده الجسد. نفخ في انفه نسمه حياه. ده الروح. فصار ادم نفسا حي. فصار ادم نفسا، يعني التراب والروح خبطوا في بعض، تراب نفخ فيه، ففي النص صار آدم نفسا حيا. جاب الرب إله آدم ترابا نفخ فيه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حيا. اطلع معايا لكورنثوس، أنا هلف معاك يعني كذا آية كده في المقدمة. كورنثوس حكينا، يمكن قريناها الأسبوع اللي فات، كورنثوس أولى 15. عدد 45، هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول نفسا حيا. ده بالضبط الشيء اللي احنا قريناه في تكوين 2، فصار آدم نفسا حيا. كورنثوس أولى 15:45، هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول نفسا حيا، بس آدم الأخير ده يسوع روحا محيية. إذن في حاجة هنا هكمل معاك، ده اللي قريناه الأسبوع اللي فات، ليس الروحاني أولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني. فاكرين ما عندناش أوبشن، يا إما روحاني يا إما أوكي. فعلماني دي سبة، آه
معلش أنا متغاظ. الإنسان الأول، دي الآية اللي ركزنا عليها الأسبوع اللي فات وأنا بعدي عليها بسرعة النهاردة، عدد 47. الإنسان الأول ده آدم من الأرض ترابي، والإنسان الثاني الرب من السماء. وحكينا عنها الأسبوع اللي فات إن هويتك هي الهوية اللي جاية من الرب اللي من السماء اللي موجود فيك واللي ساكن فيك. فالإنسان الأول من الأرض ترابي، والإنسان الثاني كأن ما عندكش أوبشنز تانية، ما عندكش هوية تانية برا، أنت مش موجود. الإنسان الثاني الرب من السماء. اللي هو اسمه من أو من أيتين فاتوا آدم الثاني، اللي هو إحنا بنتولد فيه. فإحنا بنتولد في آدم الثاني، إحنا أولاد آدم بس مش أولاد آدم الأولاني، إحنا أولاد آدم الثاني. لأن المولود من الجسد جسد، هو المولود من الروح هو إيه؟ مش علماني. المولود من الروح هو روح. حضرتك كنت روح قبل ما تتولد عند الرب، حضرتك بقيت روح بشرية لما اتولدت في الجسد، حضرتك بقيت روحي لما اتولدت مرة تاني من فوق، وحضرتك هتبقى روح لما تخلع الخيمة. واضح ان اعملكمش نفس، اقولها للانسات والسيد، حضرتك كنت روح قبل ما تتولدي عند الرب، وحضرتك كنت روح لما اتولدتي في الجسد، بس روح بشريه بعيده عن مفصوله عن الرب، وحضرتك بقيتي روحيه لما اتولدتي من فوق، وحضرتك هتبقي روح لما تخلعي القشره. فالحقيقه بتاعتنا هي إنسان الروح. سالونيكي الأولى 5 آية من الآيات اللي لازم تكون حافظها. سالونيكي الأولى 5 عدد 23. إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام. إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، تحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. رب مهتم جدا أنه يقدس، إله السلام نفسه يقدسكم. إذن النار الروحية مش مقاصد الرب أنها تنزل فقط على روحي، لكن مقاصد الرب تزعل الروح وعلى النفس وعلى الجسد. إله السلام يقدسكم بالتمام وتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. فروحي، نفسي، جسدي، التلاتة كأنهم تلات أوض، التلاتة بتنسكب النار عليهم. ليه؟ لأن الثلاثة مهمين جدا. إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ويحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. الآية دي قوية جدا، بس أحد المعاني اللي فيها أنه نفسك وجسدك وروحك في نفس الخط وفي نفس الاهتمام وفي نفس المقاصد، ان تنسكب النار عليهم بقوه نهضه يقدسكم الى التمام ويحفظ روحك ونفسك وجسدك كامله. نفسك كامله، استقبليها جواكي. لما الرب نفخ في التراب نسمة حياة، صار آدم نفسا، آدم الأول نفسا حية، آدم الأخير روحا محيية.
حصل حاجة في النفس الحية دي، إن أوضة النفس تم حصل فيها زي ما بيقولوا تعبير تويكينج، يعني حصل فيها تغيير في الجينات، حصل فيها اتلعب فيها من الرب. إن أوضة النفس الرب عايز يلعب فيها بنيران مخصصة، لأنه ده هو بيقول لك كل وضوح أنا بأقدسك بالتمام، مش مهتم فقط بروحك، إن روحك تتملي، لأن النفس مهمة. النفس هي الحتة المتوسطة ما بين الكنز اللي بيتحط في أعماقك في الروح واللي بيخارج منك من الجسد وخارج من الجسد. النفس في السكة، فالنفس مهمة جدا. فرب يمد صوابعه، بيلغوص صوابعه في التعبير مش مظبوط، بيلعب في أوضة النفس بحاجة مختلفة. فآدم الأول نفسا حية، بس آدم الأخير اللي احنا منه روحا محية. آدم الأول من التراب حيواني، أم آدم الثاني الرب الذي من السماء. النهاردة أنا عايزك تصلي لنفسك، بس مش لنفسك يعني للأنا، لأن احنا ما بنحبش الأنا في الاجتماع ده. عايز أصلي لنفسك اللي هو أوضة النفس بتاعتك، لأن أوضة النفس دي مهمة والرب مهتم بها جدا جدا جدا، لأنها مفتاح لإطلاق حاجات كتيرة موجودة مكنوزة جوه، وإعلانات مكنوزة، وهبات مكنوزة، ومواهب للروح وثمار للروح ومقاصد وسلطان مكنوز جوه أرواح كتيرة موجودة هنا. بس طبقة النفس ما حصلهاش لسه الإدراك ده، إنه في نار إلية مش بس بتنسكب على روحي بنهضة، لكن نار إلية بتنسكب على نفسيتي. إله السلام نفسه شخصيا يقدسكم، لأنه مهتم أن يحفظ روحكم ونفسكم 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 وجسدكم كاملة بلا لوم. مزمور 13 أي عدد 2 بيربط أنا مختار آية، في آيات كتيرة بس النهاردة عايز أعمل مشاركة صغيرة. بيربط حاجتين ببعض، تعبيرين كتابيين ببعض مشهورين. مزمور 13 عدد 2، إلى متى أجعل هموما في ايه؟ في نفسي، وايه اللي وراها؟ حزنا في قلبي كل يوم. النفس والقلب في ريليشن. فاكرين الوصية الاولى؟ احب رب لك من كل نفسك، من كل قلبك، من كل فكرك، ومن كل قدرتك. اوكي، فاول حاجتين في الوصية الاولى محتاجين نحب رب منهم هو النفس والقلب. وإيه الفرق بين النفس والقلب؟ مدارس كتيرة، مدارس كتيرة، مدارس كتيرة. فمع احترامي لكل المدارس كلهم صح، بس أنا عندي إدراك نور صغير عن قصة القلب. لأن القلب مش النفس، لأنه الكتاب المقدس فارق ما بينهم. والقلب مش الروح، لأن الكتاب المقدس فارق ما بينهم، ما بين القلب والروح. فالقلب مش النفس والقلب مش الروح. كده احنا شطنا في مدارس كتيره قوي. اوكي، مش بقول انا هقوله دلوقتي ده مسلم بي، اشكرك، ابحث وراي احكم عليه. انا في بساطه ادراك صغير جوه روحي ان القلب هو الجسر اللي بيربط ما بين روحك ونفسك وما بين نفسك واللي بره. هو كأنه كل واحدة من دول متوصلين ببعض من خلال حاجة اسمها القلب. يعني كلمة قلب في الكتاب المقدس يعني عمق، الحاجة العميقة. بس هي مش في النفس ومش هي في الروح، هي في الحتة اللي ما بين. وده ببساطة ده اللي وصلني للحق البسيط أو الإعلان البسيط، إن ده الجسر. ليه؟ لأن لو الجسور دي مقفولة، لو الجسور دي مرة، لو الجسور دي حزينة، لو الجسور دي مكسورة مش مفتوحة، مقفولة مرة، كل حاجة خارجة من الروح للنفس أو من النفس البرة خارجة محملة باللي حاصل جوه القلب. أوكي،
هنرجع يمكن ل 13 تاني، بس تعالوا نبص عليها مره اخيره بس ذكر. هموما في نفسي، حزنا في ايه؟ في قلبي. النفس غير القلب، لانه الكتاب المقدس فصلهم كتير جدا عن بعض. اقرا لك ايه في امثال مشهوره جدا، امثال 4 عدد 23. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لان منه ايه؟ مخارج الحياه. القلب هو فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لانه لو الجسور دي اتقفلت اتمررت اضطربت، اللي هيخرج من حياتك مخارج الحياه اللي خارجه منك هي خارجه من القلب. اتكلم بلغه عهد قديم، لو القلب فيه التواءات كل خارج مليان التواءات. لو القلب مش مفتوح للرب يعبد ببساطه قلب، اللي بيخرج من الميه اللي خارجه منك مش 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 ميه مريحه فيها مراره تملى الجو. عمرك وقفت مع حد يقولك انا بحبك وانت تتوجع؟ انا يا ما وقفت مع ناس كده عايز اشجعك وانت اي، هو بيقول انا بشجعك بس انا بتوجع، لان في حاجه في القلب. ما اعرفش ده المفروض يعني ده في العالم منه كتير. فببساطه في مهم جدا قلبك، ورب حريص عايز ينزل النار على النفس وعلى القلب دول ويقدسهم الى التمام، لانه القلب ده المخارج بالنسبه لي، ده الجسور. ادرس ورايا شوف الفرق في كتاب مقدس ما بين النفس والقلب، مشهور جدا كبير جدا. عشان كده قال حب رب من كل نفسك من كل قلبك، دي غير دي، والقلب غير الروح كتير جدا، في ايات كثيره جدا تفرق ما بين ده وده. فالهموم اللي في النفس بيطلع حزن في القلب، والقلب ده منه مخارج الحياه. رب مهتم جدا انه نفسك وقلبك دي تبقى مسنوده مش متسابه. ليه؟ لانه مره تاني جوه كل واحده وواحد هنا كنوز غير انت مش مدركها، عينيك مش شايفاها، لان طبقه النفس وطبقه القلب مش مطلعها، ده مش متعوده ان ده يبقى حاصل جواها، مش مدركه ان ده مكنوز جواها، في طبقه عليها. طبعا من ضمنها انك علماني، انت علماني ايش دراك كذبه من اكاذيب. خليني ارجع لحاجه كلكم عارفينها، عشان كده او الصوره الكتابيه اروح لايه. طب عبرانيين 10 ونقوم محكين شويه عبرانيين 10. انا كل ده بعمل مقدمه لحاجه عمليه هشارك بيها ونصلي. عدد 19. إذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى قدس الأقداس بدم يسوع. إذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، نتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ضمير خطايا، ومغتسل أجسادنا بماء نقي، نتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد هو أمين. ببساطة كاتب العبرين بيحكي عن الخيمة وعن هيكل سليمان. محتاج تدرك أن الخيمة وهيكل سليمان هو رحلة روحية بتدخلها كل مرة أنت داخل تصلي، وكل مرة أنت بتخدم، وكل مرة أنت بتقف قدام الرب، هي رحلة روحية. لأنه الساحة كلكم عارفين، أنا هذكركم بس هقولهم بتذكرة ذهنكم، الساحة الخارجية كان فيها مذبح الخطية الدم والمرحضة اللي هي الاغتسال. فالساحة الخارجية هو التطهير، هو الفدا، هو الصليب، هو الدم، غسلنا من خطايانا وطهرنا، ده الساحة الخارجية. وبعد كده القدس، ده اللي كان فيه ثلاث حاجات. عايز أذكرك الساحة الخارجية كان فيه حاجتين، قدس الأقداس كان فيه حاجة واحدة، الحتة الوحيدة اللي فيها ثلاث حاجات هو القدس. هقول لك المعنى حالا. ففي القدس كان فيه ثلاث حاجات، تخش هذه الغرفة على شمالك المنارة الذهب منوره، لان ده المكان الوحيد، الحاجه الوحيده اللي منوره في الاوضه المقفوله دي. على يمينك
مائدة خبز الوجوء اللي فيها خبزة باسم كل واحد من شعب الرب، كل واحد من أصباط يعني. فخبز الوجوء، كلمة وجوء يعني حضور، فده خبز الحضور. وقدامك مذبح بخور، ثلاث حاجات جوه في قدس الأقداس، ما فيش غير حاجة واحدة، تابوت العهد. الثلاث خطوات دولة، الثلاث مراحل دولة، هو المراحل بتاعت الجسد والنفس والروح. دي مراحل الجسد والنفس والروح، بس ما هيش مراحل تأملية لذيذة تسمعها والله نو. دي مراحل عملية لكل واحدة منهم، لأن الجسد محتاج فدا والنفس محتاجة إعلان عشان الروح تتملي مجد. في الساحة الخارجية ده الفدا، في القدس ده الإعلان، منارة خبز هنرجع لها حالا ومذبح بخور، وقدس الأقداس ده الحضور الإلهي على تابوت العهد. فدا إعلان مجد. أنتوا كويسين هنا؟ ده أنا بتكلم هنا عملي. كل مرة حضرتك بتخش أنت محتاج تدرك، وكل ما تاخد على الدخول بهذه الطريقة بتعديهم بسرعة أو بتعبر بسلاسة الثلاثة دول، لأن البعض هنا بيدروش نفسه أو بيتعامل ببساطة، ببساطة مش مفيش نور، أو ببساطة مفيش إعلان، مش بساطة يسوع يعني. فالنفس بتتعدى، النفس ما يتمش الاهتمام بيها، برغم ان النفس الاهتمام بيها اكتر. عشان كده في أوضة النفس او أوضة القدس في ثلاث حاجات اكتر من الساحة الخارجية ومن قدس الأقداس. فالشغل اللي حاصل في القدس اللي بيعدك لقدس الأقداس اكتر حتى من الساحة الخارجية. بعضكم مش واخد باله، مرة تاني وانت داخل الرب، الرب مهتم انه يشتغل في نفسيتك من اجل المجد اللي انت داخله. الرب مهتم انه يشتغل في نفسيتك اكتر من المجد اللي انت داخله. فوانت داخل قدام الرب مفيش مدخل، المدخل هو واحد، هو الفدا، هو الفدا، هو الصليب، هو الدم، هو المدخل. اوكي حلو قوي، بس الخطوه اللي وراها هو شغل إلهي مكثف محاط. تخش الأوضة دي محاط من عن يمين ومن عن شمال ومن قدامك بشغل إلهي في أوضة النفس دي. عشان كده إله السلام نفسه يقدسكم، يقدس روحك ونفسك وجسدك. دايما الرب يشتغل من جوه لبره، بس أنت وأنا بنخش من بره لجوه، والمدعوين ليه هو الدخول إلى قدس الأقداس بدم يسوع. حلو قوي، فأنا ليه دخول للحتة اللي فيها مليانة مجد جوه، بس هو الدخول من العهد من الفدا لحتة اسمها الشبع. الشبع ده مش في الروح، لأن النفس الشبعانة، برافو، النفس الشبعانة فيها حاجة مختلفة متغيرة، بتدوس العسل، قيمها متغيرة، نفسيتها متغيرة، اهتماماتها متغيرة، في حاجة متغيرة. واللي بيشبع النفس هو الإعلان، لأن في حاجة اسمها منارة من روح القدس شغالة عمالة بتضيء على حضور الرب، على خبز الوجوء، على يسوع المسيح الحاضر اللي بتاكله فبتشبع، اللي قدامك مذبح بخور. البخور ده هو الوحيد اللي كان بيدخل رئيس الكهنة لقدس الأقداس، فمذبح البخور هو اللي بيديك أكسس دخول لخدس الأقداس. تقول لي لا هو الدخول بالدم، أقول لك آه هو الدخول بدم يسوع، آه لأنه كان في القصة في الدم، لكن كان لازم يخش بالبخور اللي من مذبح البخور ده. والبخور ده كان تسبيحات، ده عبادة، ده حب، ده شكر. ففي حاجة بتحصل في غرفة القدس للنفس للشبع. خليني أقرأ لك آية مزمور 104، مزمور 104. في ثلاث حاجات في مزمور 104 عدد 15، في خمر، في زيت، في حنطة. الثلاثة موجودين في القدس.
يعني أذكرك مزمور 104، باركي يا نفس الرب. باركي يا إيه؟ يا إيه؟ مش لا قبل يا رب، يا نفسي. في كتير آيات عن الروح، لكن في كتير آيات عن النفس. باركي يا نفسي، مش عشوائي الكلام. في نفس المزمور على الأربعة، الصانع ملائكته رياحا وخدامه نار ملتهبة. حلو قوي. عدد 15، ثلاث حاجات. خمر تفرح قلب الإنسان، لإلماع وجهه أكثر من الزيت، وخبز يسند قلب الإنسان. خلي بالك، النفس مربوطة بالقلب، والتلاتة بيحكوا إن دولة بيسندوا سندة في القلب. خمر تفرح قلب الإنسان، لإلماع وجهه أكثر من الزيت، وخبز يسند قلب الإنسان. خبز الوجوه، زيت المنارة، وفرح العبادة بتاع مذبح البخور. فرح، شبع، زيت. مزمور 104 مربوط بولاد الرب، مزمور 104 مربوط بالخدام ومربوط بولاد الرب أو الواقفين قدام الرب. فببساطة بيقول لك الثلاثة دول مهمين جدا للنفس، إن يكون في فرح، إن يكون في شبع، وإن يكون في زيت. الثلاثة موجودين في القدس. القدس اللي هو في طريق دخولك كل مرة بتخش، بس ما بناخدش بالنا. كل مرة بتخش ده طريق دخولك، بس ما بناخدش بالنا انه وانت داخل في شبع خبز الوجوه، الحضور الالهي اللي جاي من الزيت، العمل الروح القدس اللي في المنارة، اللي بيدخلك لحتة فرح وعبادة. ده الخمرة تفرح قلب الإنسان، اللي بيها بالبخور دي كان بيخش رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس. ففدا إعلان، عشان أكون عملي زيادة كمان، مهم جدا أنك وانت بداخل للرب في قطك وفي خلوتك الشخصية وفي هدوءك قدام الرب، أنك تدرك أن النفس محتاجة تستطعم، واللي بتستطعمه، لان ده شبع، الاوضه دي اوضه شبع، اللي بتستطعمه ده اعلان يسوع المسيح. لان المناره دي اللي اسمها زيت، مش اللي اسمها زيت ايه، عامل روح القدس اللي هو الزيت اللي شغال في المناره، اللي عمال بيضيء، ما بيضيءش الا على الخبز اللي هو يسوع الحاضر، خبز الوجوه اللي باسم كل واحد واحده فينا. معلش مش لاقي، هاخد اختي قدامي رانيان، في خبزه باسم رانيان كل مره بتخش، بس وهي داخله كل مره بتخش في شغل بنروح في اوضه النفس، هي داخله على حساب الفدا، ده الساحه الخارجيه، بس كل مره هي داخله على حساب الفدا، في اعلان الرب عايز يوريه لها من الخبزه اللي عن يسوع ده، والروح القدس بيضيء عايز يعمل اعلان، عايز يوري، لان في خبزه باسمها، باعلان، بحته جديده، باناره عن يسوع المسيح، لأنه مدخر فيه كل كنوز الحكمة والعلم. وكل مرة بتخش هو ده اللي بيشبع النفس. بره ده النفس فراجايل، قابلة للكسر، مهزوزة. اللي بيسند النفس هو الإعلان اللي بتستطعمه كل مرة بتخش، لأن ده الطريق. تقول كل مرة أخش في إعلان، أقول لك عارف لو دخلت مرات وما كانش في إعلان هيبقى في حاجة تانية من فرح ومن زيت بينسكب. بس أنا عايز أقول لك عدم أخذك إعلان كل مرة مش لأنه هو مش عايز يوريك إعلان كل مرة، لكن لأنك أنت مش واخد أنك تاخد إعلان كل مرة، بس هو عايز يوريك إعلان كل مرة. هو في إعلان كل مرة، ده حبيبي ده نهر السباحة لا يعبر. في الطريق وانا داخل هناك حركه من روح القدس، ده الزيت لإلماع الوجه، فالزيت بيلمع الوجه عشان يوريني حنطه تسند القلب فاكل منها، ده الاعلان، لان الاعلان هو الوجه. فقرايتك في الكلمه في الزمن ده مهمه جدا جدا جدا، وخلي الروح القدس هو المناره اللي تقوم منوره على الصفحه فتاكل، لان دي المائده لو جاز التعبير. هتفهم حاجه،
أنا بحاول أتكلم عملي، بس ده مهم جدا، حتى لو هو بسيط بالنسبة للبعض هنا أو الكثيرين هنا. أنا بقوله ليه؟ لأنه محتاج تدرك أو تسند نفسك، لأن في حاجة حقيقية رب عايز يطلقها من ولاد الرب. واللي بيخنق ده في بعض أحيان هو النفس، لأن النفس والقلب هما البلوك أو القناة المساعدة للي خارج من روحك ومن روحك. فرب حريص أو أنه يشبع ويملأ بخمر وبزيت وبحنطة نفسك. ففرحان فوق كل تحفظ، احفظ قلبك ليه؟ منه مخارج الحياة. لو الجسور دي حزينة مرة، هموما في نفسي، حزنا في قلبي، يا رب تعرفوا حد يقول ليه؟ هموما في نفسي، حزنا في قلبي، طوالي ما ملاش حل. ليه؟ في خنقة، في خنقة، في حاجة جوه عايزة تخرج، في بلوك. وأول ما بحفظ قلبي، لأنه المقابل هو إيه؟ هو حنطة، زيت وخمر. أوضة النفس حنطة، زيت وخمر. منارة، خبز لجو، مذبح بخور. فرح، شبع، مسح. إعلان بيشبع، وبالتالي هو فدا فإعلان فمجد. هو لا أنا ده الصليب، فشبع فهوية أنا بقيت فيه. الإنسان الثاني هو مين؟ الرب الذي من السماء. لو أنتوا لغاية دلوقتي مش مصدقين، سفر الخروج 23 رب أموظب السنة بتاعت الشعب في العهد القديم حوالين ثلاث أعياد في العهد القديم. خروج 23-14 ثلاثة مرات تعيد لي في السنة. عيد الفطير، تأكل فطيرا سبعة أيام كما أمرتك في وقت شهر أبيب لأن فيه خرجت من مصر. عيد الفطير اللي هو عيد الفصح، عيد العبور، عيد لما عملوا فطير وبعد كده عملوا ذبيحة ورشوا الدم على العتبة والقائمتين، لأن ده كان فصح، ده عبور، ده الذبيحة، ده الدم. عدد 16 وعيد الحصاد أو عيد الأسابيع، أبكار غلتك التي تزرع في الحقل. ده العيد اللي هي كانوا بيأتوا بالحصاد قدام الرب ويفرحوا بالحصاد قدام الرب. وعيد الجمع في نهاية السنة، في نهاية السنة ده عيد المظال، حين تجمع غلتك من الحقل. ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب، ثلاث مرات في السنة. روح معايا لتثنية 16 يمكن واضحة فيها أكتر. تثنية 16 عدد 16 ثلاث مرات في السنة يحضر جميع ذكورك أمام الرب إله في المكان الذي اختاره، عيد الفطير، عيد الأسابيع، عيد المظال، ولا يحضروا أمام الرب فارغين. حلو قوي. ببساطة اللي أنا عايز أخده من الآن، دول ثلاث أعياد في السنة. فاكرين لما من سنتين قلنا رب عايزك تمشي السنة ما بين أعياد؟ فاكرين مقاصد الرب؟ حتى الشعب في العهد القديم كان بيتحرك من العيد للعيد للعيد، السنة خلصت، من العيد للعيد للعيد والسنة خلصت، وكان العيد بيقعد فترة. ترتيب الأعياد، أول واحد دم، ثاني واحد فرح أو ثالث واحد مجد، مظال، حضور. مرة تاني رب هو نفس القصة. لما الرب يكرر نفس الإعلان من العهد القديم بصور كتيرة، وبعد كده العهد الجديد يجي يقولك
بوضوح بوضوح ان القصة كلها انه انا بأتي بيك لقدس الاقداس، بس في قدس الاقداس انا بهتم بروحك وبنفسك، فبشتغل كتير قوي في النفس، في اوضه النفس دي، ان يبقى مليانه اعلان ومليانه شبع ومليانه فرح، خمر وزيت وحنطه، ومهتم بجسد عشان الثلاثه يقدسهم الى التمام ويحفظهم كاملين. اللي بيسند وبيبرق النفس هو الاعلان اللذيذ، لانه في زيت الماء الوجه وفي خمر تفرح، بس الشبع بتاع الاعلان بتاع الرب في حياتك، لو ما تشبعش باعلان نفسك ما بتدوسش العسل. اللي بيسند قلبك وكل اعلان خارج من كلمه الرب ده بيبرق، ده بيشبع، ده بيغير. ما تعتمدش على حاجه بتسمعها من حد، بس خد، خلي الروح يطبع فيك. انت بتتحرك، لو جاز التعبير كده، بتتحرك من عيد لعيد لعيد، بقى تطلع مره تاني، بتخش مره كمان، فمن فدا لشبع لمجد، وبقى من فدا لشبع لمجد. اتالي انت بتتحرك طالع لفوق الى قياس قامت ملء المسيح، وكل مره بتبني على المره اللي وراها، كل مره بتخش فدا شبع مجد، وبعدها تخش مره كمان، علشان بعد كده سكناك في المجد وفي الدخول ده هو ده الطبيعي لبنت الرب والابن الرب. فالنفس بتاعته شبعانه، النفس بتاعته بتدوس، النفس بتاعته منوره، اوضه النفس مش ضلمه، منوره. هو بطرس انكر كم مره؟ طب هو قال بحبك كم مره؟ هل كل اوضه فيا وجسد ونفس وروح محتاجين يقولوا بحبك؟ طب هو بولس صلى كم مره ان يترفع منه الشوكه اللي في الجسد؟ تعالوا نراها، كورنثوس الثانية 12، كورنثوس الثانية 12، ومال الفونت كبير قوي كده؟ انتوا محتاجين كده؟ محتاجين الفونت كبير قوي كده؟ هم محتاجين الفونت كبير، خليه زي ما هو. كورنثوس الأولى 12 عدد 8. عمرك صليت طلبة للرب وافتكرت كم مرة صليتها؟ من جهة هذا تضرعت إلى الرب. أنا قلت الأولى، أنا آسف، أعتذر، أنا آسف، أنا غلطتي، أنا كورنثوس الثانية، كورنثوس الثانية 12 عدد 8. من جهة هذا تضرعت إلى الرب إيه؟ ثلاث مرات. قدامنا حاجة من اتنين، إما بولس مسكهم لربنا يعني يوم 28 ويوم 2 في شهر اللي وراء ويوم 15، فيا إما ذهنه يعني جبار، يا إما بيعير الرب وما ظنش انه بيعير الرب. يعني انا قلت لك مره، قلت لك اتنين، قلت لك ثلاثه، ودي مش روح اللي موجوده، لانه في الاخر الرب قال له تكفيك ايه نعمتي، فدي مش روح اللي بيقول انا قلت لك مره، قلت لك اتنين، قلت لك ثلاثه، مش الروح. بس بولس ببساطه بوضوح بيقول لك انا صليت ثلاث مرات ان يفارقني. اللي انا هقوله ده مش تفسير ثلاث مرات، بس انا هقوله حتى لو كل حاجه فيك، في روحك، في نفسك، في جسدك، من الثلاث حتت طلعت شكوى او طلعت احتياج او طلعت حاجه،
مراحم الرب ونعمة الرب بتنزل على الثلاث مرات، على الثلاث حتت، على الثلاث قوض. قالوا لك، وخليني أقول لك، من الثلاثة، من جسدي أنا صليت، ومن روحي أنا صليت، ومن نفسي أنا صليت، والإجابة تكفيك النعمة تغطي روحك ونفسك وجسدك. هو جسدي بيصلي ونفسي بتصلي وروحي بتصلي، نعم. اللي بيديني أو اللي بيديني المعنى ده من الآية دي، إن في آيات كتيرة في الكتاب المقدس بتحكي إن الروح بتصلي والنفس بتصلي والجسد بيصلي. مش بقول ده تفسير الآية، أوكي، بس بقول حاجة غريبة برضو، إنه بولس يقول أنا صليت ثلاث مرات. غريب، فكر فيها، ومش ده تفسيرها، بس أنا بدي المعنى ببساطة. بص معايا مزمور 42 عشان نصلي. مزمور 42 كما اشتق الإيل إلى جداول المياه، تشتق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي يا الله إلى الإله. إيه اللي يخلي نفسك تعطش؟ إن الطعم بقى حلو في أوضة النفس، إن الطعم حلو في أوضة النفس. فحتى لو أنت النهاردة مش على مستوى المشاعر، مش متشجع أنك تخش، بس لأنك في طعم حلو عايز تخش، لأنك عندك ذكرى طعم حلو في أوضة النفس. حد في بعض أحيان بيبقى ملوش نفس يصلي، أوكي أنا آسف، حدي مثل تاني. حد في بعض أحيان هنا ملوش نفس يأكل، بس لأن في أكل حلو هياكل طفاصة. يا صحيح صحيح، أحمدك يا رب، في ناس هنا أحمدك يا رب. فلأن في أكل حلو هياكل برغم أنه مش جعان، لأن في أكل حلو في قوت النفس هتصلي برغم أنه ملكش نفس، برغم أنه مش جعان. هو طوبة الجياع، بس حتى لو أنا مش جعان، لأن في أكل حلو هاكل تفاصيل. عشان كده مهم جدا أن نفسك تدوق العسل، مهم جدا نفسك تدوق الزيت والخمر والحنطة، مهم جدا تخش قط الإعلان ده وتخلي نفسك تشبع 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 تشبع. ده بيحصل في قط، مش بيحصل بس في اجتماعات. إلغي قصة العلمانيين، ما العلمانيين بيعتمدوا على الاجتماعات، بس ولاد الرب بيعتمدوا على العلاقة. العلمانيين دي سبة، ارفض انك يبقى اسمك علماني من الحاضرين. مش حاجة اسمها كده، مش حاجة اسمها كده. فانت داخل في علاقة، والعلاقة دي بتحصل كل مرة بتخش الجسد مهتم بيه، النفس رب مهتم بيه، تم الاهتمام بجسدك وتم الاهتمام بنفسك بصورة مكثفة، ثلاث حاجات، وتم الاهتمام بروحك. فدا، شبع، مجد، فدا، إعلان وهوية. وكل مرة بتخش بس لير ورا لير، طبق ورا طبق، أمر فوق أمر. فطالع طالع إلى قياس قامة ملء المسيح. ليه؟ عشان القلب يخرج منه بقى كل مرة. أخبار الابتسامة في وشك إيه؟ أخبار، فاكرين الابتسامة؟ تسمعوا عنها؟ انت عارفين ان بلدنا بتغيب عنها الابتسامة طول الوقت؟ عارفين ان بلدنا في خطر؟ وعارفين ان شعب الرب لو ما وقفش بطعم مختلف، بملح مختلف، لان المدينة كويسة بس المية ما زالت ردية، ولما فيش ملح مختلف وسط شعب الرب المدينة هتتقلب تاني؟ صحيته تاني دلوقتي. عارفين ان في خطورة انك تنام مسلطن دماغك انه خلاص كل حاجة تبقى كويسة خلاص؟ نو. لازم ولاد الرب يبقوا ملح مختلف، وجزء من الملح مختلف انهم مبتسمين في قوة، قوة رجاء وإيمان ونعمة وسلطان خارج منهم في أجواء هذه البلد لافتدائها، لأن المدينة جيدة بس المية ما زالت ردية، ولازم صحن جديد بملح ينسكب في المية عشان المدينة تقوم.
ولأن الصحن محصور في نفسه فالملح مكمكم جوه. وعارفين الملح لما ستات بتهز راسها ورجالة فما فيش حاجة خارجة، الطعم مش خارج. ولو الملح فقد ملوحته ملوش أي قيمة، ملوش أي معنى. فالنفس والقلب مهمين جدا، لأن منهم مخارج هذا الملح، لأن الطبق ده لازم يكون مفتوح. عشان كده اسمه طبق، مش إناء، مش دورة، مش بغطى، ده طبق فيه ملح ويتسكب الملح في المية. فده حاجة مفتوحة. شعب الرب لازم يكون مليان ملح مفتوح، انه يدلق في هذه المدينة من فرح. البلد ما فيهاش فرح، البلد ما فيهاش ايمان، البلد ما فيهاش رجاء، البلد ما فيهاش حد جواه طاقة رجاء للزمن اللي جاي. ومش بقولك وقف للبلد، مش بقولك وقف على فوق الهرم وزعق رجاء، انا بقولك طلع رجاء لكل حد بتقابله. طلع من الكنز اللي جواك وخلي نفسك شبعانة شبعانة شبعانة. النفس الشبعانة مبتسم، النفس الشبعانة بتخرج، النفس الشبعانة مش بت... النفس الشبعانة بتوزع. يوجد من يوزع فيتملي، يوجد من يخاف فينقص. حد فاهم حاجة؟ ففي حاجة بتحصل، انه أنا يعني محتاجين ادراك خطورة انه انك تبقى بتعامل بنفس الطريقة القديمة، لانه مش هتحصل نتائج مختلفة عن قبل كده لو انت تعاملت بنفس الطريقة القديمة. مزمور 84 يسوع لما بكى بكى مرة واحدة، ولما حزن حزن مرة واحدة، عشان كده ذكره. يمكن مرة تانية لما على أسوار أورشليم، لكن غير كده كان في حالة عطاء، من شبع، من حضور، من ابتسامة، من عشان كده الأطفال كانوا يحبوا يقعدوا معاه. عمركم تشوفوا حد مكشر طول الوقت والأطفال يحبوا يقعدوا معاه؟ مزمور 84. تشتاق تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي، يعني النفس والجسد يهتفان بالإله الحي. كلكم عارفين طوبى لإناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم خمسة، عبرين في وادي البكاء. مش بكاء مع البكين، دي ليها مكان تاني، بس دول عابرين في وادي البكاء يسيرونه ينبوعا ببركات يغطون مورا، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صيون، لأنهم شبعانين. الروح والنفس والجسد معدية 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 معدية، لأن في حاجة حلوة في النفس، في طعم حلو في النفس. أخبار الطعم الحلو في نفسك إيه؟ لو انت فاكرني بوعظ، انا بوعظ، بس انا لان ده اجتماع يميل للتعليم. بس اخبار نفسك المستطعمة حاجه حلوه، نفسك المستطعمة حاجه حلوه، اخبارها ايه؟ مهم، مهم جدا، لو رب عايز يملى نفسك بكده. خمر وزيت وحنطه، دول بيعملوا حاجة، ثلاث حاجات بيعملوا في منارة، في خبز وحضور، في مذبح بخور عبادة بشوق وبطعم فرح قدام الرب. دول في النفس، دي الأوضة اللي بتخشها نفسك وتقوم سجدة قدام الرب وتشبع وتتملي، وكلام وإعلان وكلمة، وتكتب ويحبك ويطلع شغل فيك ويحفر ويعمل رحب جواك فيخرج طعم حلو. فنفسك وقلبك يكونوا شبعانين، فتجد الروح بقى عايزه تطلع كلمه علم، عايز تطلع شفاء، عايز تطلع محبه، عايز تطلع بتطلع بسلاسه، لانه ده الطبيعي في بنت الرب وابن الرب. جاء الوقت ان الملح يخرج من قلوبنا في هذه البلد، لانه الدنيا ما خلصتش لسه. جاء الوقت ان اولاد ربنا يقفوا بادراك انه المدينه جيده، لكن الميه لسه رديه، ولازم الملح ينسكب في هذه الميه.
أمين. لازم رب مهتم جدا بنفسيتك. رب مهتم جدا بنفسيتك. والنفس ما فيش حاجة تشبعها غير إعلانات الروح القدس عن يسوع في قلبك اللي بتطلق فرح في قلبك. ما فيش حاجة تانية. ما فيش حاجة تانية. كورسات تعليم اتهري من النهاردة لبكرة. إعلان يسوع المسيح هو اللي بيشبع النفس. قراية الكتب لقراءة الكتب لا نهاية. المعرفة تنفخ. لو من الكتب في إعلان ماشي. حد فاهم حاجة؟ بس من الكتب في إعلان برضو. أمين. تعالوا.